الأستاذ الدكتور عمرو رياض، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري بمستشفى الابتسامة، إحدى فروع دار الطب، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، جامعة عين شمس. أهلا بيكم. ضعف مخزون المبيض كلمة تخوف تقلق أي بنت وأي ست. الكلمة دي في عالم تأخر الإنجاب وقعها مزعج. ست رايحة تخلف في تأخر إنجاب، الدكتور قال لها أنت عندك ضعف في مخزون المبيض. الست تلاقيها لو بتتفرج علينا كمان، وده من يعني أقول لكم إيه، ده من الحاجات المقلقة ومن الحاجات اللي أنا وأنا بتكلم فيها رغم أنها طبية لازم نحكي فيها ونفهمها للناس، لكن أنا بحط إيدي على قلبي إنك هتتخضي لما فهمك يعني إيه ضعف في مخزون المبيض. هتقلقي، وأنا مش عايزك تقلقي، بس لازم نفهم ضعف مخزون المبيض كلمة لما اتكلمنا فيها من ناحية الإعلامية وفهمناها للناس أعتقد وحتى اللي ما سمعهاش في الإعلام هو ذاكرها فهمها الناس، في ناس دماغها بدأت تذاكر كلمة ضعف مخزون المبيض، خلت ستات وبنات كتيرة جدا تقبل بحد تتجوز حد وهي ما بتحبوش، إن خايفة زي ما بيقولوا قطر الجواز يفوتها، لأنه ضعف مخزون المبيض كلمة مقلقة مزعجة للغاية. تعالوا، وخصوصا إنه لما أقول لك بنت عندها 25 سنة نقول لها عندك ضعف مخزون المبيض، وست عندها 38 سنة نقول لها لا أنت المبيض عندك كويس. الله، المسألة بقى ليها عوامل تانية غير السن. اه طبعا، تعالوا نفهم يعني ايه ضعف مخزون المبيض وهذه القصة وازاي نتعامل معها مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم تأخر الإنجاب الأستاذ الدكتور عمرو رياض، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري وأطفال الأنابيب بمستشفى الابتسامة، وهي إحدى فروع دار الطب، الأستاذ المساعد لأمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب بجامعة عين شمس الاسم القدير. أهلا بك دكتور عمرو رياض، منورني. الحقيقة مخزون المبيض ده كلمة لازم الناس تفهمها، الستات بيقلقوا جدا من كلمة مخزون المبيض. أيوة، مخزون المبيض هو الراجل يختلف عن الست اختلاف جوهري، الراجل بيصنع حياته المنوية، أما الست بتتولد بعدها بمعين من البويضات، بتبقى يعني هي بطن مامتها لسه بيبي، لسه نونو، بطن مامتها حوالي 7 مليون بويضة، تنزل ب 2 مليون بويضة، تخش مرحلة البلوغ ب 400 ألف ل 500 ألف بويضة، يطلع عدد كل شهر حوالين الألف وأكتر شوية، يخلصوا في خلال لغاية سن 52 سنة. عدد البويضات فيه برضو حاجة اسمها زي برمجة وراثية ربنا سبحانه وتعالى عاملها، إن أفضل البويضات أفضلهم وأجودهم وأعظمهم وأكثرهم قدرة على التخصيب تطلع من سن 16 ل 25 سنة. أول كم سنة من هو أول ما تيجي الدورة من 12 سنة دي بويضات أي كلام، وبعد كده افضل بيضات 16 ل 25 سنه بتبتدي بعد كده الجوده تقل لغايه لما نوصل لسن 37 سنه بيحصل انحدار قوي في الجوده بتاعه البيضات، لغايه بتفضل البيضات موجوده برده وبتطلع عادي كل شهر وبنفس العدد حوالي 1000 وشويه لغايه توصل 52 سنه لكن بجوده اقل. واحنا الستات ما لهمش ايد في مين يخرج الاول او مين ما يخرجش الاول، فهو ده الايه، ده الفرق الجوهري بين الراجل وبين الست. الراجل كده كده طالما ما عندوش مشكله طبيه تؤثر على الانتاج، الجوده بتاعتها المنويه تفضل كويسه حتى اخر العمر. ايه المقصود بضعف مخزون المبيض؟ ضعف المخزون ده هو تشخيص بيعتمد على كذا حاجه، اللي هو قدره الانثى ان هي تطلع بويضات اقل من مثيلتها، او الجوده بتاعت البويضات سيئه جدا، او استجابتها في الحقن المجهري ضعيفه نسبيا بالنسبه للناس اللي في سنها. يعني مثلا في وسائل التشخيص كثيره زي تحليل اي ام اتش واف اس اتش، بس يظل افضل حاجه شكل المبيض حجمه،
وعدد البويضات الكامنة اللي فيه، يعني عدد الكور السوداء اللي فيه، كلما كانت أكتر كلما كان المخزون أكتر. والاستجابة برضو من النقط المهمة، الاستجابة لتنشيط التبويض والحقن المجهري. في أسباب وراثية وفي أسباب بتعمل الضعف ده، وفي أسباب مكتسبة طبعا. أسباب الوراثية من الحاجات المشهورة جدا زي تيرنر اللي هو عندها نقص كروموزوم إكس، زي مثلا حاجة اسمها البنت القصيرة اللي رقبتها فيها عريضة، بنت بيبقى ليها كاركتر قصيرة قوي، عربتها عريضة شوية، تخينة وعندها مشاكل في الغدة الدرقية غالبا. وغالبا بتنزل اساسا ما بيجيلهاش دوره لما تتولد، يعني توصل لمرحله البرو ما يجيش دوره، لكن في بعضهم بيجي لهم دوره. انا ولدت واحده تيرنر قبل كده، دي دوره وحملت يعني. بس عندها ضعف في المخزون، وفي حاجات ليها علاقه بالجينات زي بنسميه مش عارف ترجمته العربي اسمه فراجال اكس كروموزوم، يعني ده من اسباب التخلف العقلي مع ضعف المخزون مع بعض. وفي مرض المامس اللي هو التهاب الغده النكافيه، ده بيسبب العقم في الولاد والبنات لو جالهم في مرحله البلوغ في الاثنين. وفي اسباب منعيه، اجسام مضاده بالذات بتاعت الغده الدرقيه بتطلع تهاجم الغده الدرقيه وتهاجم كمان المبيض، بتخلي المخزون يبتدي يتضاءل مع الوقت. غير الاسباب الثانيه، واحده مثلا تعرضت، يعني ربنا يا رب يعيز كل البنات من الحاجات دي، تعرضت لاشعاع او الكيماوي نتيجه عندها ورم في مكان اخر، بالذات هو الاشهر يعني القولون او الامراض الاورام الخبيثه بتاعت الايه، احيانا الغده الدرقيه احيانا العين، بس دي بتتعرض لاشعاع او كيماوي، فده ممكن ياثر طبعا على الايه، على المخزون بشده. وفي اسباب تانية كتير بس دي الاسباب الاشهر يعني اكثر تداولا. طب يعني تاثير المنشطات هل لها تاثير جيد ولا سلبي؟ جيد طبعا. دي بقى في نقطه مهمه، ان احنا كل ما نديها منشطات بنخلص البيضات، احنا بيقول بيطلع حوالي 1000، فاحنا مهما ادينا منشطات هو مش هيطلع طبعا، مش هيطلع الألف مع منشطات، كده كده بتوصل واحده بس بالألف ده او اتنين في الاغلب، واحده طبعا. احنا مدي منشطات، احنا ما بنطلعش من البول اللي هي المخزون ده اكتر من 1000 اطلاقا، بالعكس. النسبه الطبيعيه كام اساسا المخزون لو على تحليل اي ام اتش؟ حوالين يعني النسبه بتتغير، يعني كان زمان بنقول فوق الواحد رائع، قريب قالوا لا احنا محتاجين يبقى اعلى سنه، تمام، واحد مازال ان هو يعتبر تحت المتوسط. طيب يعني هل من كلام حضرتك وانا فهمت كده ان الست اللي عندها ضعف المخزون المبيض ممكن تحمل؟ انت قلت لي ان في حالات انت يعني ولدت على ايدك كان عندها ضعف المخزون المبيض، يعني دي حملت وطلع بيضات وحملت وصلت ان هي وضعت كمان البيبي، فدي طبعا هي ما فيش حاجه اسمها عقم تام ده الا في حالات نادره جدا. لا، في طبعا في استجابه بيحصل ببعض بروتوكولات الحقن المجهري، وللمفاجاه احنا بنحب نقلل جرعات التنشيط في المرضى دول، لان هي مهما اديناها هتطلع عدد قليل، فاحنا بنقلل لها التكلفه وبنقلل لها التاثير السلبي بتاع النشاط على بطانه الرحم بجرعه نشاطات اقل. برضه هكرر السؤال، اذا المنشطات طبقا لقرار الدكتور مش من دماغها؟ طبعا. اصل في ناس عندها ضعف المخزون تفتكر المنشطات دي فيتامينات، تاخد المنشطات من غير اشراف طبي. لا لا، ده دي المفروض احنا المفروض الحاجات دي ما تتباعش خاصه، ده المفروض الا بروشيت بس، احنا واحد ممكن يخش يعبي يعني عربيه نقل يا باشا ممكن عادي يعني. سؤال بقى، الستات اللي مش متجوزين، البنت اللي لسه ما اتجوزتش، اتقال لها ان عندك ضعف في المخزون المبيض، دي نصيبه سوداء. هو بالاسف الموضوع ده بيبقى احنا بنسميه بيحصل فيه استهلاك كثير جدا، والبنات بيعتقد ان عندهم ضعف واغلبهم ما عندهمش مشاكل اصلا. وناس كتيره بتيجي عايزه تجمد بويضات، وتجميد البويضات ده ليه حلقه تانية طبعا، بس تجميد البويضات برضو مش بنفس كفاءه تجميد الاجنه طبعا. واحنا بنلجا له في احيان معينه، زي واحده مثلا داخله خلاص هتعمل جراحه وهتشيل مثلا او هتاخد بعد الجراحه ديت اشعاع او كيماوي، فمعرضه ان المبيض فعلا يتوقف البيضات فيه تموت. لكن احنا نقول ضعف مخزون فيلا نلحق نجمع البيضات عشان لما نتجوز، دي حاجه قليله ما بنعملها، حاجه غريبه طبعا. هي حاجه مش علميا صحيح، يعني مش الا الواحده هتخوض تجربه هتفقد فيها المبيض او هيحصل لها تعرض لإشعاع في الحاله المرضيه بتاعت الاشعاع او علاج الاورام لا قدر الله، يعني يفضل ان احنا او يعني لازم ان احنا نعمل تجميد للبويضه وبناخد احتياطات اخرى. يعني اللي هتتعرض مثلا لكيماوي واشعاع ممكن ندي حاجات تقلل جدا جدا وظيفه المبيض، فتقلل لما تقلل وظيفته في ساعتها حقن شهريه
بتقلل تعرضه للكيمياء والأشعة اللي هم بيأثروا أساسا على الخلايا اللي تنقسم بسرعة. عسيرات الانقسام يعني زي ما كنت بخليه هو كأنه شبح بالنسبة للإشعاع. بحيده. هو ده التعبير الصحيح يعني. نصيحتك الأساسية لكل امرأة يقال لها أنت عندك ضعف مخزون المبيض تكون إيه؟ والله يعني أولا هي تستشير الطبيب طبعا. ثانيا النصيحة الأزلية تأخير سن الزواج شيء سيء إلا لو في ظروف قاهرة يعني. إن بنت بقى يعني حسب نصيبها يعني نقول إيه؟ طبعا بس هو الناس كتير بتأخر سن الزواج عشان أسباب أخرى تتعلق بالعمل وسوق العمل وبتاع. في الآخر العمل موجود مش هروح في حتة يعني هروح فين؟ الست تتجوز الأول وتتمتع بحياتها وهي صغيرة وتربي أطفالها وهي صغيرة وتحمل بدون الذهاب لأطباء أصلا بدل ما يعني ليه نوصل لسن حاجة و30 سنة ونعرض نفسنا القصة دي. دي أول حاجة. تاني حاجة عدم التعرض للهرمونات لأن في ناس أو عدم التعرض للأدوية أو العقاقير بدون استشارة طبية ودي وطننا العربي كله مبلي بهذه الأشياء يعني على القنوات الغريبة حاجات كلها دي مش عارف لأن نعمل وحاجات كلها دي عبارة عن أدوية غير معترف بها منظمة الصحة العالمية وتأذي حاجات كتير في الجسم ومنها المبيض طبعا. تالت حاجة الغذاء السليم الرياضة بس وبتقلقش الموضوع اللي ضعف المخزون إن شاء الله كل حاجة ليها حل بإذن الله. نورت وشرفت. شكرا لحضرتك. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور عمرو الرياض استشاري تأخر الإنجاب والحقائق المهري وأطفال الأنابيب بمستشفى الابتسامة ويحدى فروع مراكز وزارة الطب الأستاذ المساعد لأمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية طب جامعة عين شمس الأكاديمي القدير والاسم البارع الكبير كان ضيفي في الناس الحلوة. نورت يا دكتور عمرو. شكرا لحضرتك. خليكم دايما مع الناس الحلوة.